صباح النجم صباح البلد صباح الكلمة صباح البلد. من جديد مرحب بكل اللي عم بيتابعونا أكيد من إذاعة البلد، وكم نحن سعداء أنه بضيافتنا شخصية فنية محبوبة جدا من الكبار ومن الصغار ومن كل المستويات الفكرية العلمية الاجتماعية. وائل جسار، نورت الاستوديو، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك، تحياتي لك ليليان، تحياتي لكل مستمعي راديو البلد FM، وأكيد أنا سعيد بلقائي معكم اليوم. ونحن سعدة نتعرف أكثر عليك مع أنه إطلالتك بشكل عام قليلة، فمنقدر لك هالزيارة الحلوة. بالعكس، بس صوتك يعني من زمان بالإذاعة، خصوصي بالنجوم تغني العمالقة، وإنت من أكثر الأشخاص اللي كان عندهم أكثر من عمل، يعني خلدوا كمان العمالقة أكثر وأكثر. تقريبا من أول الناس اللي قدموا أغاني قديمة، يعني إذا بدك جددناها بإحساسنا وبصوتنا، وتكريما للعظماء يعني، وتخليدا لأغانيهم إذا بدك. وحببت الجيل الجديد، حببنا الجيل الجديد فيهم. يعني يمكن بدي أحكي عن أغنية بدي أشوفك كل يوم، الغالبية بيعرفوها بيفكروها أنه لإلي. صحيح. هي لا، لعملاق محمد جمال، وأكيد يعني هو غناها بشكل رائع جدا. هلأ يمكن بلبنان بيعرفوها شوي أنه محمد جمال، بس بدول العربية ما حدا بيعرفها إلا لإلي. هلأ ما رح يستغربوا أنك نقيت كتير غنية حلوة، لأن أنت معروف بالأغنيات يلي قدمتها، وإذا بدي عدهم كلهم صراحة يعني كلهم أغنيات حلوة. هلا أنا عندي شوي تعليق إنه في بعض الأغنيات بحسهم شوي متشابهين، يعني إذا بدي أتذكر عنوانها ما بقدر أتذكر عنوان الأغنية، بحس يمكن عنوانها هيك يمكن تاني عنوانها هيك. عم تحكي عن جديد ولا يعني بالألبوم الأخير يلي قدمته، مع إنه كل غنية لوحدة كتير رائعة، بس بنحس متداخلين ببعض شوي، يمكن لأن فيهم نفس النفحة، دكتور نبيل خلف، وليد سعد، يعني زدتها شوي بالتعامل مع نفس الأشخاص ولا لا؟ الفنان هو يعني بالنهاية بيفتش عن العمل الحلو بغض النظر عن مين عم يعمله، ولما يلاقيه عند هالأشخاص، إذا لقى أكتر من عمل فبالتالي بياخد أكتر من أغنية وأكتر من خمسة إذا بدك بنفس العمل، لأنه بالنهاية هيدا كله للمستمع شغلة كتير مهمة. وبنفس الوقت نحن إذا بدك شكلنا تريو ثلاثي إذا بدك مميز، والناس طالبت بالمزيد. يعني لما نجحنا بتوعدني ألبوم توعدني ليه، يعني بتضمن أغاني مثل توحشيني، غريب الناس، مهما تقولوا، مليون أحبك، أكثر من غني من أغنية نجحت، ف حبوا أنه دايما نكرر إذا بدك التعامل، وهذا اللي صار. والحمد لله كمان نجحنا سوا بآخر ألبوم كل دقيقة شخصية، كان مميز جدا من حيث الألحان والكلمات كله على بعضه والحمد لله. إلى أن هلأ كسرت التقليد بالأغنية اللي هلأ كتير كتير، يعني ما عليه الكلمة مع أنه مش كتير حلوة، ضاربة اليوم. أنا بنسحب، وحسينا وكأنه رد على استاذ ملحم بركات قد ما تهمك بالخيانة العظمى، لأنك إيه بتغني باللهجة المصرية، وكان إلك أنت هيك رد، ومنحس دايما أنت يعني لما تجاوب تجاوب بلطف بتهذيب، ولو كنت مزعوج. هل مزبوط الغنية طلعت كرد ولا بالصدفة لأنك غنيت لبناني وبرعت فيها؟ بالصدفة يعني. لأنه أنا أوريدي أنا مغني لبناني، يعني مش أنه بس بالبدايات شوي، لا آخر مؤخرا لما أغنية جرح الماضي أو موجوع إذا بدك، بس كم وحدة مقارنة بالكم المصري الكبير. أنا ابتديت بالأغاني المصرية، أعترف أنه أنا مقل بالأغنية اللبنانية، وأنا دايما مرارا وتكرارا إذا بدك بقول أنه أنا مقصر بالأغنية بحق الأغنية اللبنانية كفنان لبناني، وأكيد بعتز بغنائي اللبناني. كنت أقول دايما لما لقي المناسب لصوتي وهيك حس شيء مرتاح له، ف يعني أرحب بكل ما للكلمة من معنى، بس أبدا ما كانت رد. لما لقيت أنا بنسحب
حبيتها كتير وكنت اوريدي يعني كان في نحن عنا عيد الحب اذا بدك عيد العشاء يعني حكيت انا والشركه انه بتكون مهدات هيدي للجمهور مع انه غير كليا عن المحبه والى اخره بس مثل اهداء لهذا الجمهور اللي ناطر وائل جسار باعمال جديده فهيك صارت وهيك ثاقبت وكان عم بيحكي بهذا الموضوع انا كنت بدي نزل فحرزت النطره اصلا هو بدنا نحيي اللي كتبها احمد ماضي الحن وتوزيع بلال زين بس بدي اقول للموسيقار يعني انه يعني هجومه شرس صراحة يعني ما أنا مش بس عليك يعني كنت أنت العنوان العريض بس كمان حدا كان في أكثر من حدا راغب نانسي وغيرهم أنا يعني هجومه أثر في لأني أنا بالنهاية مني غريب عن البلد أنا إنسان لبناني مثل ما قلت أبا عن جد منذ أكثر من 100 سنة إذا بدك فبالتالي قولي الأبا عن جد أنت لا بعدك أصغر بكتير يعني إن شاء الله تعيش الآن الله يطول عمرك فحسيت أنه بغنائي غير لهجة لبنانية أنه كأني عم غني للأعداء لا ما نحن كلنا بلد واحد ومصر هي أم الفنون وأم الدنيا ومنعتز بالشعب المصري مثل ما هني بيعتزوا فينا ومثل ما منعتز بالشعب العربي الخليجي إلى آخره فكانت قاسي شوي منه بنفس الوقت بدي وجه له شغلي انه بدي اسأله سؤال بنفس البلد نحن اوكي عم بيطالب انه يسحبوا الجنسية منا نحن بنفس البلد اذا بدك بالبقاع بيحكوا شيء بالشمال بيحكوا شيء ببيروت بيحكوا شيء فلكان بده يشيل الجنسية من كل العالم بدنا لغة موحدة نحن منحيي اكيد لمنحب بركات بس يمكن معودين على تصريحاته الاوريجينال يعني هو من محبته لا يمكن لألي وللهجة اللبنانية أنه توصل على مر السنين إذا بدك لكل الأجيال وإلى آخره فهو كتير متشدد بهذه النقطة بس مقابيلة كان في شيء كتير حلو لوائل جسار يعني لما مشيت خلاص كان قبل ما يعرفوا اسمك بمصر يقولوا الواد بتاع مشيت خلاص وكانوا حافظينك بها التسمية ومنحس كتير قليل لحدا يخرق الساحة المصرية نظرا قدي عندهم أصوات أنا مؤخرا كنت يعني كانت بمصر يعني كل ما نطلع مع تاكسي حاطت يطلع وائل جسار ويمكن بيمرق لحدا تاني مصري على الإذاعة أيضا وائل جسار يعني هذا شيء أنت أطفته يعني صحيح يمكن كلفك بمحل أنه كلهم وين وما بيغني اللبناني بس قدرت تثبت حالك بمصر مظبوط أنا ما اشتغلت هيك أني أنا يعني جمهور على جمهور يعني سيقبت معك هيك جمهور. لا أنا ابتديت مثل ما قلت لك بأغاني مصرية عرضت علي وأنا يعني يمكن من أنا وصغير اسمع لأم كلثوم اسمع لعبد الحليم اسمع لعبد الوهاب اسمع لوديع الصافي لوردة لفيروز ست فيروز يعني طبعا محفظ الألقاب من لبنان محفظ الألقاب بس ما بميز بلد عن بلد انه والله أنا أعطيه إذا بدك الدسم لإله لا ولكن هيك سيقبت يعني هيك سيقبت وبالألبوم الجديد رح يسيقب شي تاني رح نسمعك باللهجة الخليجية ولحنين من فايز السعيد يعني كمان هي بتكون خطوة جديدة كمان بده يسحب الجنسية منك تربح جنسيات تانية هو يمكن من محبته للأصوات الحلوة انه تضلها تغني باللبناني لأن كمان كلمة حق تقال انه كل إخواننا المصريين بحبوا اللهجة اللبنانية وحتى الخليجيين بحبوا إذا الصوت حلو شو ما غنى رح يتقبله ما هي ميزة عند الفنان اللبناني أنه يوصل اللبناني لكل أقطار العربية وبنفس الوقت يوصل المصري لكل الأقطار يعني هيدي ميزة عند الفنان اللبناني وهيدي زكاة مش يعني بالعكس لازم تنحسب له مش تنحسب عليه للفنان اللبناني شوفي أي فنان مثلا مصري أو خليجي من الصعب عليه أنه يؤدي اللهجة اللبنانية بينما يعني اللبناني بينما اللبناني عنه. الخليجي المصري إذا بدك التونسي كل اللهجات فهيدي شغلة ميزة فيه أكيد ميزة فيه إذن الألبوم رح بيكون إذا الله راد بعد شي شهر ولا أكتر شهر وشوي إذا الله راد إذا ما إجينا شي من رب العالمين بس أكيد حيكون إن شاء الله مميز وبيتضمن بين 8 و9 أغنيات من إنتاج أرابيكا مع مجموعة من الشعراء والملحنين
في هيك تشكيلة حلوة. رح بيكون في من سمير صفير؟ لا والله للأسف مش مع أنه نطرنا أنه انتبه يعني نجحت أنا ويابي في خطوتك سكتي بس سائبت صراحة أنه ما قدرنا بهيدا الألبوم. إن شاء الله بالألبومات الجاي أنا بيشرفني أتعامل مع فنان أو ملحن قدير وكبير مثل سمير صفير. قدرت يكون في شيء لسمير صفير من بعد شوي ما انحكى من أوبريت الجيش وبمحل من المحلات بركي تم استبعادك؟ يعني هيدا اللي قريناه لحش جيت كنت مسافر وما كنت مسافر. المسافر بيقدر يرجع بالنتيجة ما انك مهاجر. وهن كمان حسب ما يقال انه انعملت قبل مسافر أو يمكن انطبخت بآخر لحظة. لهلا عاد تعرفت شي تفاصيل لأن أنا تبعت من وقت اللي نزلت إنه سئلت عن الموضوع وقلت يعني كنت بتحب تكون مع إنه عندك أكيد. قبل أنت تحية للجيش اللبناني أكيد بصوتك. أكيد بنعتز بالجيش اللبناني وهو فخر لنا وبنفس الوقت هو حمينا. فأنا هون بزعل لأنه أنا من أهل البيت يعني كنت واستبعدت وأنا إذا بدك أسست أرابيكا مع 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 الشركة يعني مع أستاذ محمد ياسين ومع كل الأكيب اللي نجح أرابيكا. فأنا كنت يمكن واحد من الأشخاص يلي حطوا عمود أو أساس لهالشركة. استبعد بهذه الطريقة ما حبيت. عتبت؟ عتبت طبعا لأنه من العتب من وراء على قد المحبة. وهل الجواب كان مقنع؟ لا ما كان مقنع. أنا بقولها بكل صراحة ما كان مقنع. كان في هيك شوية إذا بدك تخبيص طب حليت اللغز أنت على صعيد شخصي؟ جربت تحل اللغز أنه ليه؟ أنا انتبه يعني بالنهاية كل فنان بياخد حقه بالحياة إن ما كان بهيك شيء. أنا بكرة إن شاء الله أكيد رح نقدم أغنية للجيش اللبناني رح أقدمها وممكن يكون لحالي ممكن يكون مع غيري بس إن شاء الله الأيام المقبلة بتبين كل شيء. يمكن هل سوء تفاهم الصغير صار بس بنفس الوقت منحسك مدلل جدا بشركة أرابيكا يعني الأعمال يلي قدمتها وإذا غير فنان من برا عم يتطلع إذا مش حاطت خرزة زرقاء بيسيبك بالعين. وائل جسار أكتر من فيديو كليب من لنفس العمل. قولي شابوبا من هاي الناحية للشركة شابوبا ومنحس جازتكم مارونية يعني بس ما انتبه لل 2018 هذا اللي أنا عارفة فيه 100% بس انتبه يعني ما في شركة وفنان يعني بيضلهم مع بعض إلا ما يكون في من الميلتين إذا بدك إفادة معنوية إفادة ومصلحة أكيد ومصلحة إفادة معنوية ومادية بنفس الوقت. يعني الحمد لله لحد هلا قلنا 5 سنين مع بعض بالخمس سنين نجحنا سوا وقدمنا أعمال راقية والناس يعني صارت تقول وائل جسار أرابيكا أرابيكا وائل جسار. ممكن فكروك شريك فكروني شريك مع أنه في كتير من الفنانين ضمن مجموعة أرابيكا بس ما حدا يمكن يعني يمكن هاي تكون شوية تقيلة ما حدا عمل لهم البومينج لأرابيكا لا أنا بكل تواضع يعني بكل تواضع عم بتقولها ولكن النجاح بنعرف انه واحد بيكون له فضل بالنجاح بس في عوامل تانية كمان بتساهم. انت بشو فدت الشركة والشركة شو فدتك؟ اول شي فدت الشركة باسمي انا لان قبل أرابيكا كان اسمي موجود وكنت يعني عندي نجاحات مثل مشيت خلاص مثل ما تفضلتي وقلتي مثل على الجمر مثل الدنيا علمتني مثل أراضيكي ماشي وإلى آخره ويوم زفافك فأعطيتهم الاسم أعطيتهم المجهود إذا بدك مثل ما هني أعطوني الدعم الإعلامي واللي هيدا كان يمكن في علامة استفهام عليه دايما كانوا يقولوا وائل جسار دايما مش موجود أو أعماله قليلة وإلى آخره هني سكروا هيدي الزاوية
وأسسنا شيء حلو الحمد لله. يعني سكروا هالزاوية وأكيد إيد بإيد عم طبعًا. تقدروا تستمروا. اليوم بيكون لصورته للفنان في إشياء لازم هو يقوم فيها وفي إشياء الشركة لازم تقوم فيها. على صعيد وائل جسار، قدي بتستمع لأراء يمكن القيمين على الشركة، ولا بتحس حالك عنيد بتنفذ أفكارك واللي عبالك بتحب تعمله؟ يعني ما بحب كلمة عنيد، لأنه بالنهاية العمل المشترك هو نجاح للاثنين. لما نكون بين بعضنا عم نستشير بعضنا، عم ناخد برأي بعضنا، هيدا لمصلحة للمصلحة العامة أو حتى لمصلحة الناس المستمع. ف لا، بيكون في أخذ وعطاء، وبنفس الوقت يعني منفكر بالناس أكتر ما منفكر بشو نحن منحب. ولا شك أنه بدك تقدمي شيء المميز والشيء اللي بيلبق لك، مثل ما أني بيعرفوا أنه أنا شو اللي بيلبق لي، كمان أنا بعرف حالي شو بيلبق لي. هلأ أوقات بيصير في إذا بدك نقاش حول أي أغنية ممكن نزلها قبل التاني وإلى آخره، هيدا يمكن هاي نظرتهم بسيطة. أي هاي نظرتهم يمكن هني تجارية إذا بدك، أفهم مني بهذا الشغل. وبتاخد برأيهم ولا بتعند؟ أوقات بمشي وراء حدسي إذا بدك، وأوقات لا. مين بتستشير؟ بستشير المقربين إذا بدك مني، وأكتر شيء بستشير حالي. يعني قلت لك بمشي وراء شو أنا بحس ممكن. بتعتبر يعني حالك إيه؟ متردد باتخاذ القرارات ولا سريع باتخاذ القرارات؟ سريع. شو دور زوجتك بحياتك الفنية؟ بنعرف لأن كتير بتعمل لحساب طبعاً. لأنه هي أولاً شريكتي بالحياة، وبنفس الوقت عندها أذن موسيقية، عندها رؤية، عندها إذا بدك بعد فني. بيعجبني رأيها بأي أغنية مثلا بسمع إياها، يعني بحس مثل ما أنا بدي أقول. نحن بنفس البرج على فكرة. شو برجكن؟ البرج القوس. فبالتالي بحس إنه الشيء اللي أنا بدي أقوله هي عم تقوله، فباخد برأيها ورأيها كتير بيعني لي صراحة. أكيد نحن منحييها كمان ومنحيي ولادك الحلوين. يعني عندك وائل جونيور. وائل جونيور وماريلين. وماريلين يعني في حدا منهم طالع فني ولا لا؟ إذا بقلك على شغلي، أنا بنسحب، ابني عمره 3 سنين، أول مرة بحسه عم بغني لي غنية يلي هي أنا بنسحب. أوف. حقيقة يعني بعده مش كتير وشو حاسس؟ عنده صوت؟ أنت بثلاث سنين كنت تغني. أي أنا سنين أنت كنت عم بتغني. صوته من راسه، لما يصرخ صوته من راسه، يعني عنده طاقات. وماريلين نفس الشيء كمان، يعني بيحبوا الفن، بيحبوا يسمعوا. ممكن يشاركوا معك بفيديو كليب؟ صارت موضة هيدي. ممكن، ليش لا؟ يعني بترحب بالفكرة، منك ضد انه يضلون اصلا بشوفهم انا بالمجلات. يعني منك معتم كتير وعامل قصص وانه ما حدا يشوف الولاد، انه بالنهاية هيدي نعمة من عند ربنا. يعني مش غلط انه، بس اكيد اشياء خاصة جدا لا انا ما بحبزها يعني، بس انه صورة لألهم عادي، ما في اي مشكلة فيها. وقفة صغيرة وائل جسار، ومنرجع منتابع شخصية البلد. بعد ما ارتاحت روحي لي وعرفتي طعم الدنيا بي، مشيت خلاص وما قلتي ليش أنا أعملي. تنساني لي بالله عليك، وأنا قلبي حياة وروحه فيه، زي ما يجيله حبيبي نور لو مش لاقيني. بعد ما ارتاحت روحي لي وعرفت طعم الدنيا بي، مشيت خلاص وما قلت ليش انا اعمل ايه. انساني لي بالله عليك، وانا قلبي حياته وروحه فيه، وازاي هيجيله حبيبي نور
شخصية البلد ومبسوطين بوجود وائل جسار والحديث الهادي معك. كل دقيقة شخصية، هل شخصية الهدوء هي شخصيتك الحقيقية ولا بتستعملها إعلاميا؟ ما بعرف، بأطلاليتك، بلقائاتك؟ صعب واحد يتصنع يعني. أنا من النوع الهادي كتير، ولكن بنفس الوقت إذا في شيء بيستفزني تصبح عنيف، تصير غير إنسان كليا. كيف بتصير؟ ما تشوفين كي كونك لأن مرتي بتقلي أنت نقيد حالك، يعني أنه بقوله خافوا من البحر الهادي. يعني أنت بتثبتها، أنت بتكون كتير 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 هادي، ويعني العالم أو هي بتقلي أنه بقول كتر خير الله، الله بعت لي مثلا هيك. إذا هيك شغلة مش عجبتني بغض النظر عن البيت، يعني انه في حال بالشغل الى اخره بجن، فبتقلي انت مش وائل اللي بعرفه بتبطل برج القوس الان تتحول صراحه يعني. وهذا كل انسان بفتكر هيك يعني، ما في حدا مسطح على طول الغلط. اللي ما بحب الغلط، الغلط الاكبر انه نتمادى بالغلط مثل ما انت غنيت، لازم تغني لنا اياها هيك. كل شي قلته غلط، وكل شي حسبته غلط، والغلط الأكبر إني اتمادى بالغلط. الموسيقار على فكرة قال لي، كنا بالستوديو، قال لي بتقوله كل شي قلته غلط، كل شي حسبته غلط. يعني نرجع على الموسيقار، بحب لي صوتي كتير، وقال لي ما لأنه صوتك حلو بدي إياك تغني اللي وهو كمان قال لي إنه إذا طب رح يعطيك لحن، طرح علي لحن صراحة، يعني ما بدنا نضلنا قلب المراسلات، قال لي أنا مستعد أعطيك أغنية، فهيدا شرف لألي ووسام على صدري. يعني بس بدنا نسعيله، مش نضلنا نحكي عنه. عم بتخيل الخلطة شو حلوة مع أكيد طريقته حتى بالألحين، وحتى الغلط يلي عم بيقولها من قلبه يعني. أكيد اليوم نحن سؤالنا ليلي تابعونا بصباح البلد كان بشو بيحلموا وائل جسار، بشو بتحلم؟ يعني كنت الحمد لله الحلم تحقق من ناحية أهم شيء الإنسان اللي الله بيحبه وبيحب بخلقه فيه، فالحمد لله محبوب من قبل الناس وهذا كنز. وبنفس الوقت حلمت أني يمكن كل العالم يذكر اسمي، والحمد لله اسمي عم ينذكر وين ما كان. حلمت أنه أسس عائلة، الحمد لله الله طعمني. حلمت انه هيك عيش شوي بحبوحة كتر خير الله، فكل اللي عم بحلم فيه عم بوصله ان شاء الله دايما تحقق احلامك. في شي حلم عبالك تعمله؟ الاحلام ما بتخلص يعني، بس في اشياء كتير بعدنا ما امنا فيها يعني، ما امت فيها. ان شاء الله بالمستقبل يكون اللي نصيب يعني بكتير اشياء بتفيد المجتمع يعني. البزنس قد ايه موجود بحياتك؟ منشوف هلا كتار من نجوم الفن يعني توجهوا لبزنس حفاظا على كرامتهم بالمستقبل وعلى مادياتهم بالمستقبل، لان بيقولوا ما متت ما شفت مين مات. صح. لا هيدا الموضوع اكيد شغل لي اغلب وقتي يعني وتفكيري، إلى جانب طبعا أعمالي وإلى آخره، بس بياخد قسم من تفكيري، لأنه مثل ما تفضلتي وقلتي الإنسان ما بيعرف شو مخبي له بكرة، وإذا دامت لك إذا دامت لغيرك لو دامت لغيرك ما وصلت لك. فدايما الحياة مستمرة، ودايما الناس بتحب كل شيء جديد، ودايما بتحب الناس تتعرف على مواهب جديدة وإلى آخره. فنحن أكيد رح نوصل لعمر معين، ما نعود مثل ما كنا نحن أو شباب أو نحن أو بعمر
الورد إذا بدي. مع أنه اللي عنده مقاومات الصوت بضاين يعني هو أحوة يعني منتطلع بالفنانين الكبار بعد نحن منضاين بس هل يا ترى الجمهور رح يقبلنا؟ هيدي كمان بدنا جمهور ضيان. لا لا طول ما في ناس بتسمع طول ما في خوف على الأغنية اللبنانية والعربية. أكيد الأغنية اللبنانية والعربية ومن أجواء الحلم بحلم بيك وحققت هيك حلم صغير إنك غنيت مع عبد الحليم حافظ يلي هو الايدل لإلك ويمكن هيك بتصريح لإلك بتقول يمكن لو انوجدتوا بنفس الزمن كنتوا أكيد رح تنافسوا بعض. يعني إذا بدك هو الله يرحمه العندليب من أجمل إحساس خلقه ربنا على الوجود بس أنا الحمد لله يعني الكلام بيرجع لنقاد إذا بدك مصريين لما سمعوا مشيت خلاص وغير مشيت خلاص شبهوني بإحساس عبد الحليم حافظ هذا الشيء مش من عندي فمنشان هيك يمكن حكى أنه رح يكون في منافسة إذا كنا بهذاك العصر. كنا رح نحتار ولكن رح يربح عبد الحليم هيك بدك تسألي من وجهة ذوقك قد ما بتحبه لعبد الحليم هو رح يربح نحن رح نربح شيء بصوتك مع انه غنيت كتير لعبد الحليم بس هلا هيك ليكون لبرنامجنا قل لي حاجة اي حاجة قل بحبك قل كرهتك قول قولوا ما يهمكش حاجة قول اللي عايزك قول اللي بعتك قول اللي حاجة أي حاجة قول بحبك قول كرهتك قول قول قولوا ما يهمكش حاجة قول اللي عايزك قول لي بعتك بس قول لي اي حاجه اي حاجه يا حبيبي. الله 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 إذا الصبح وهيك. وائل جسار لأنك كنت طفل معجزة وبلشت تغني من أنت وصغير هل بيزهق واحد من أنه يغني سنة بعد سنة بعد سنة وصارت هيدي شغلته مصدر رزقه؟ أبدا لا هيدا الشيء بالدم يعني إذا خلص الدم من جسمنا بيخلص الفن. يعني بعد واحد إذا قال لك بتغني بشهية يعني لا بتتغنج لا بتتدلل لا ولا بتتحجج. أكيد لا هيدا شيء بالنهاية يعني كمان يعني خلينا نكون صريحين صار شيء واعي وصار حياتك هيدا تتمحور حول هيدا الموضوع وبنفس الوقت إنه حتى بتعتاشي منه يعني مش انه بدنا نخبيها حدا انه هيدا مصدر ما في خيار تاني يعني. هيدا كل حياتك اختصرتها بهالشي. وائل جسار رغم انك تعذبت لو وصلت للنجومية يعني صحيح من خلال اغنياتك بس النجومية بلبنان الى كرايتيريا معينة يعني. انت بعيد عن البوزات والحركات ومدراء الاعمال وواحد بيقول للتاني والتاني بيبلغ التالت اخر شيء ما منلاقي الفنان يعني بعدك انت بترد على خطك وشخصيا جيتك وحدك على الاذاعه سيف ذو حدين البعض بيشوفوا انه يمكن هيك كثره البساطه بتخفف الوهج وفي ناس بيقولوا لا الفنان الحقيقي لازم يكون هيك خلوني يتعلموا من العملاق اذا بدك من عواميد بعلبك عالم من لبنان استاذ الكبير وديع الصافي خلي يتعلموا منه مين معه مين حده ماكسيموم ابنه يمكن ده ضرورات تيتنقل يعني ويروح ويجي اذا جينا بدنا نقيس نجومية فلان ونجومية علان مع نجومية هذا العملاق وديع الصافي وغيره ست صباح ست فيروز ست ماجد الرومي كمان ما بشوف معه يعني
شو جيب لجيب حقيقة. خلينا نحكي بوضوح، ما في حد حدا، ومن تواضع ارتفع. جربت شي مرة تعيش الطقوس الخاصة بالمشاهير؟ هلا هي يعني بياخدوها من باب انه والله انا يعني عايش بالسحاب، ممنوع حدا يلمسني. يا اخي ما انت من هالشعب ولها الشعب ومن خلال هالشعب. ما تنسى البادي جاردز. البادي جاردز هلا شوفي، البادي جاردز يمكن صارت يمكن ما بعرف انه ليه بيعملوها، انه بيخافوا على حالهم يمكن، ممكن ما يعني ما بعرف شو في بتفكير كل انسان، بس انه عيش طبيعتك، عيش طبيعتك يا انت، من التراب والى التراب تعود ايها الانسان. هيدي احلى كلمه، وهلا بزمن الصوم صح. يعني لازم كل يوم واحد يتذكرها بحياته. بحفلاتك خصوصي هلا مؤخرا يعني بشهر الحب، كان عندك بالدوحه يعني بسوق واقف بقطر، وكان عندك بدبي أتلانتس مع لطيفة تونسية، وكان عندك بسانتا بريري بلبنان. يعني عشت الحب ثلاث مرات. اللي عنده كم من الأغنيات هل بيصير مجبور بأغنياته فقط لأنه هو صاحب الأغنيات، ولا بيضل بيوجه تحية للفنانين يلي الناس كمان بتحبهم وبتغني لهم؟ لا مش غلط أنه يمرق أغنية أغنيتين بكل حفلة لكبارنا، لا مش غلط، بس انه في عندك ناس بتقلك جاي انا كرمال اسمع اغانيك مش كرمال اسمع حدا تاني. هي الدنيا ازواق يعني، ناس بتحب ناس ما بتحب، بدك ترضي كل الازواق يعني، بدك ترضي كل الناس، وما بعتقد انه واحد بيقدر يرضي كل الناس. اكيد صعب كتير، بس مثل ما عم بتقول يعني اذا بحبه، بس مثلا في اغنيات واحد بحبها بصوت فنان تاني، لو صح. كان بحبها بصوت الفنان الاصلي يعني بيطلب مني على المسرح اوقات لأم كلثوم، اوقات لعبد الحليم، اوقات لوديع الصافي، اوقات هول يعني. مش مختلفين عليهم، بس من الفنانين الجداد بيطلبوا منك؟ الفنانين الجداد بتغني لحدا منهم؟ لا. ولو طلب منك الأوقات بجلسات هيك معيني ممكن، بس انه لا اشياء ضمن على المسرح والى اخره لا. بمين انت معجب باغنياته وبستايله بالاغاني من الجيل الجديد، صبايا وشباب؟ ما رح سمي لانه ولا مره حدا سماني، فما بسمي حدا. سميك البتي برنس من يومين بين أجمل ثلاث أصوات بالساحة اللبنانية، وفي يعني هلأ ما عم بتذكر بس كتار بيقولوا وائل جسار من الأصوات الحلوة. شكرا إلهم، وأكيد بتي برنس من الناس المحببين على قلبي، وبشكره على محبته وعلى تقديره لصوتي، وهو من الناس الطيبين جدا والخلوقين، فبتمنى له المزيد من التألق والنجاح. عندك صداقات مع الفنانين؟ مبطنة، بس خليني أحكي عن شفنا صور رياضية مع فارس الغناء العربي. فارس الغناء العربي هو حبيب قلبي وخيي ومن أطيب الناس، وكتير متواضع يعني، هذا اللي لمسته فيه، متواضع جداً وبيحبني كتير مثل ما أنا بحبه، قلوب شواهد بيقولوا. فإذا بدنا نحكي بحكي عن فارس الأغنية العربية عاصي الحلاني، هو أخ وصديق ومن هذا الجيل اللي بسمع له، ومن أكتر الناس اللي محببين على قلبي. شو بتحب له من أغنياته؟ سألوني إذا كنت بحبك راسي بالعالي عليت، تأنكر إني ما بحبك ما قدرت عليهن رديت، بس عيونك دبحوني وشافوك ببب عيوني وعرفوني بحبك، عرفوني لما تنهدت وحسيت. الله الله. بهالسبور عم تحكوا بركي تعملوا شي ديو مشترك؟ والله يا ريت، اكيد اكيد. طرحتوا الفكره على بعضكم ولا بعضكم جايين بالاوزان؟ استاذ جمال موجود، دكتور فياض موجه له تحيه. دكتور فياض اكيد هيدا شرف انه نعمل شيء مع بعض، وبنفس الوقت في اشياء تانية ان شاء الله بنحكي عنها بعدين.
هلا اذا ممكن يكون في لحن، ممكن يكون في، بدي اقول لك يعني مع عاصي في اكثر من بيت، ممكن مطعم ما حدا كمان كله بيزبط مع عاصي الحلاني. المهم بعدك عم تعمل سبور ولا هيك بس حركات؟ ما هو قال انه انا بطلع لهونيك يعني ما لي جلادة مثل واحد مربح حاله جميلة، بس هي ضرورية حقيقة. السبور ضروري ضروري ضروري، خصوصا لنا كفنانين لأنه نحن منعيش بستريس كتير قوي ودائم. هلا اللي بيعرفوك عن قرب بيقولوا بدك صورتك كتير حلوة، بس بدك صورة تجهز، انت ما إلك جلادة. مزبوط هيك؟ يعني بنفهم ما كتير إلك جلادة السبور، بس نعرف قدي الشكل مهم. إذا سيكس باكس كمان إنه صوته أحلى واحد يطلع. شو بدك بالسيكس باكس؟ ما بعرف شو بيقولوا لنا. لا المشي كتير مهم، المشي كتير مهم. ما بتحب تتصور كتير، وإذا بدك تتصور حتى بالفيديو كليبس بدك تصرف تخلص. هيدي ذكرتيني فيها. هلا عندك نعم طلعولي عندك ورشه هلا بدك تصور من البدعه هيدي اذا يعني قصه الكليبات خلص على مسرح يصوروا لوحده خلص. لا قال انت تختصرها، قلت عصر الكليبات انتهى، قال هي بس مش انت ما بتقعد تصور. عصر الكليبات انتهى. يعني اذا بدك عم نلاحظ هيدا الشيء، يمكن نظرا للوضع الاقتصادي العام بكل العالم خف وهج الكليبات. خلينا نكون صريحين. شو السبب؟ هل اطلالات الفنانين المتكررة مثلا بتيجي؟ ما في بادجت، اذا بدك ما في بادجت بالشركة، وتيجي يعمل فنان حسابه بفكر فيها ألف ما بتوفي. خلينا نكون منطقيين. يعني حكينا عن التلفزيونات وهيك، قدي موجود بالبرامج التلفزيونية اللي بتستخدم فنانين للمشاركة بالبرامج؟ يعني بلبنان بتحس اخد حقك بهالخصوص، ولا بعده في مثل ما بقولوا معسكرات تابعة للام تي في بيشوفوك بصورة، الال بي سي بيشوفوك بصورة او ديجري، نيو تي في يمكن بغير شيء؟ للأسف لبنان هيك بقسمه حتى الفنانين. ما بدي هيدي الصورة تكون، يعني انا مع الكل اصحاب، وما يعني بميز تلفزيون عن تلفزيون. مين ما بيطلبني بيوجدني، بس ضمن مش شروط، ضمن لما اكون انا بدي، يعني لما الوقت يناسب اني انزل بنزل. اوقات كتير يعني يطرح علي اني مثلا اكون بهذا البروغرام، ما بحبز او بعتذر والى اخره، مش معناتها ما بحب كون بهذا التلفزيون او بغيره. في تقصير تجاهك من قبل البرامج يلي بنعتبرها كلاس A؟ لا، يمكن عم تشوفوني بكل البرامج كلاس A، بكلها موجود. يعني ان كان ام بي سي ولا ال بي سي حكيوني بسليبريتي دويت مشكورين، بس انا قلت لك انه عندي اوقات معينه بحب اظهر فيها والى اخره، مش اوقات يعني بالوقت اللزوم. بيحكوني بحديث البلد، بيحكوني طلعت ببروغرام بحلم بيك، طلعت ببروغرام يلا نغني، طلعت ببروغرام كمان كتير بروغرامات مهمة. يعني وقفي كمان ونرجع منتبع مع وائل جسر. كل شي قلته غلط، وكل شي حسبته غلط، والغلط الأكبر إني ما داب الغلط. أنا بنسحب ما عاد بدي اشتكي، أنا بنسحب يا حرام على عيون البكي، أنا بنسحب من قلبك وخلص الحكي، أنا عم شوفك غلط. أنا بنسحب ما عاد بدي اشتكي، أنا بنسحب يا حرام على عيون البكي، أنا بنسحب من قلبك وخنس الحكي، أنا عم شوفك غلط. كل شي قلته غلط، كل شي حسبته غلط، والغلط الأكبر إني بمداب الغلط. شخصية البلد وائل جسار، وأنا عم بطلع بالساعة ما بدي تخلص الساعة، قد ما حسي عبالي أحكي وأحكي وأحكي.
تعرف لأنك رايق يعني وهيك بين العشرة والحداعش الصبح كتير ممتاز واحد يسمع هالنمط وكمان بالأغنيات. أغنيتك هالقد رومانسية، هل بتعبر عنك شخصيا إنك رومانسي هالقد ولا حركات؟ لا شك، لا شك إني رومانسي درجة امتياز يعني. ما فيك أعمل لك، ما فيك تعملي شيء إذا ما كنت أنت من داخلك هذا الشيء بشخصيتك بداخلك بس بيقولوا عبد الحليم ما كان رومانسي بالحياة قد ما غنى، يعني مش بالضرورة واحد يبين بالصورة اللي هو فيها. أنا عم بحكي عن نفسي. لا أنا هيك وما بكون إلا هيك، إذا ما كنت هيك ما بكون وائل جسار. كيف احتفلت بعيد الحب بعيدا عن الحفلات؟ لأن كان عندك حفلات بجنة تعمل سوربريزات وإلك جلادي ولا بتنطر مدامتك هي اللي تقوم بالمبادرة تفضى تكون هي رومانسية أكتر؟ لا يعني كان أنا أو هي ما في فرق، وبنفس الوقت أوقات شغلة صغيرة بتعبر عن أشياء كتيرة، فمش بالضرورة أوقات الكادو هو اللي بيحسس المرأة أنه أنا بحبك وإلى آخره، أوقات تصرف صغير بس مع كادو ما بيشكي من شيء. مع كادو ما بيشكي من شيء، ولأن أنت بتحبوا الكادويات كتير يعني. وأنت ما بتحب الكادويات؟ عادي، إذا لأن يعني شو أحلى كادو ممكن يفرحك؟ شوفي كل شيء يعني الإنسان لما يحس الحمد لله كل شيء هيك وصل له وكل شيء قادر يحصل عليه، بتحسي إنه خلص ما بقى في شيء هيك يدهشوا الدهشة الكبيرة. بس بضل في هيك شغلات طبعا، شغلات خصوصا من الحبيب المقربين وإلى آخره، يعني بصير بدنا من طيارة وطلوع. هلأ طيارة عم نفكر فيها ساعتها بتزبط. من الفيديو كليبس يلي شفناهن وحبيناهن غنية مهما تقولوا، كان معك روزاريتا طويل يلي رقصيت بدانسينج وذ ستارز، يعني هون في شقين، شو رأيك بروزاريتا بالبروغرام وهل ممكن كان وائل جسار نشوفه عم بيشارك بهيك برنامج؟ أصعب شيء إنه حدا يقول لي رقص، أدبك معقولة بس رقص صعب كتير، صعب. لا ما بحبز الفكرة. أنا بتحس إنه ماكسيموم يعني يكون شيء نرجع لستايل عاصي ممكن يدبك أكتر، بس للبنات أكتر من الشباب. تابعت البرنامج؟ أنا بدي يزعل مني كتار خصوصا المدربين وإلى آخره. الرقص شغلة أكيد مرتبة وشغلة موهبة، بس نسائية أكثر من رجالية. التمثيل بنعرف أنه أكثر من مرة نعرض عليك، وخصوصي دور محمد فوزي أنه بركة تقوم. عمي من وين عم جيبيهم الأخبار كلهم؟ شو عنا؟ شو هالعصور؟ شو عنا نحن؟ فما وفقت، ما وفقت على الفكرة. تعرفيني عليها لعصور؟ حطيتها بالقفص عندي، ما في خليها تروح وتجي. مش ما وافقت، انا يعني شايل الفكره من راسي قصه التمثيل بالوقت الحاضر، يعني ما وافقت، تعددت الاسباب والنتيجه واحد. محمد لا لانه تمثيل. من شو بتخاف؟ يعني كان عندك انت مخاوف كبيره لما كنت بدك تنزل البوم الديني، وكانت السوبر مفاجاه انه الحمد لله قد ما فكرت وزيادة يعني. صح. فربما بالتمثيل كمان يكون عندك هالشي. بعد ما لقيت نفسي بالتمثيل يعني، أكيد أنا بعرف حالي قدراتي بالغناء وبالأناشيد الدينية وإلى آخره، كانت الفكرة من قصة الأناشيد الخوف كان أنه يعني ممنوع الغلط بهذا الشيء. وقعدنا جلسات مطولة أنا والدكتور نبيل خلف في كلمات معينة كانت ممكن تتفسر بغير طريقة، فأنا إذا بدك الفتلو نظروا فيها. في كلمات معينة ممكن كانت تفوتنا بحيطان حقيقي، لأنه شيء دقيق لما الواحد بده ينزل بشيء. هو انتبه، مش لأنه هو مش منتبه، بس لأنه لما يكتب الشاعر قد ما بيكتب بسم الله عليه يمكن ما راجعهم حتى فلما أنا بعت لي إياهن أنت عم تطلع من برا بتشوف أحسن. برافو عليك. لما شفتهم في كلمات معينة قلت لا هيدي ممكن تتفسر، هي مزبوطة بس ممكن تفسيرها يكون بعكس ما نحن يعني بدنا نوصل الرسالة فيه. ف
فحكيته بهذا الموضوع وغير وطلعت على أحسن بكذا شيء بكذا أنشودة. فهون كان الخوف يعني من هيدي الأشياء, مش إنه خوف ما أعرف أدي أو بس. أما التمثيل أنا بعدني مش شايف حالي ممثل, يعني يمكن بمثل بالكليب بيقولوا لي أنت كتير بارع بتمثيلك بالكليب, لأن عندك أحاسيس بتبينها, بس مش عم بأدي دور مثلا إكس أو إجريك. نحن شفناك قربت شوي من السينما ب 365 يوم سعادة, يعني لما حضرت الفيلم ما حسيت لو بتقوي قلبك وبتفوت مثلا سينما بالقليل إذا ما قلنا هو مسلسل. لما واحد إذا بده يأرخ تاريخه بيأرخه من خلال السينما بشكل كتير مهم يعني. بس إن شاء الله إذا المستقبل, إذا لقيت حالي بالمستقبل مش القريب يعني ما حدا بيعرف إمتين إذا لقيت حالي هيك حبيت أني خوض هذه التجربة بس بأعلى مستوى ليش لا. مع أنه النجوم يلي عم بتنافسهم بمصر ونفستهم وبحبحت وكترت وسبقت, يعني تامر حسني أو عمرو دياب يلي كمان إلهم اشتراكات تمثيلية سينمائية, يعني لازم تتحمس أكثر للفكرة. عمرو دياب يمكن فيلم واحد آيس كريم في جليم أول بداياته يعني إذا بدي. بس تامر مستدوع فيها ماشي حاله. تامر حسني عنده موهبة التمثيل, عنده موهبة التلحين, عنده موهبة يعني موهوب. تامر حسني موهوب و اللي عم بيقدمه هيك بيريح الإنسان, وهو أخذ طابع إذا بدك كوميدي أكتر ما هو رومانسي. وإلى علاقتك بالنجوم المصريين جيدة ولا ما في علاقات؟ لا جيدة طبعا. بتحس جيدة. أو بتعرف ممكن ينزعجوا لأن حدا من غير بلد جاي على البلد عم ببيع المية بحارة السقايين؟ لا منن هيك, لا حرام يعني يحكي الواحد الصراحة, ما منن هيك. وأنا من جهتي بيحبوني كتير وبيشجعوني كتير وانت بتذكر انك بتحبهم وبتركز حتى على اعجابك بعمرو دياب يعني باكثر من لقاء. عمرو دياب وحتى تامر حتى هاني شاكر مدحت صالح محمد منير شيرين كلهم اصحابي وكلهم بحبهم كتير يعني. ديو غنائي جمعك عمل ماهر كمان الاصوات بحنان وما عدنا سمعنا ديو غنائي ما بتحب الفكرة هذا هو التصريح هذا هو الكلام آخر كلام عندي, لأنه يعني لقيت أنه ما لا بيقدم ولا بيأخر حقيقة, ولو كان مع حدا صوت رائع اسم لامع مين ما كان يكون لا بيقدم ولا بيأخر. الجمهور اللي بحبك الجمهور بحب غيرك بحب غيرك. أوقات بحب غيري على حجة كذا بيصير يعرف أغنيتي بحبني, ولو إذا بتصير هيك بلا من حرب الفانز اليوم على الفيسبوك وعلى تويتر وهيك, وين أنت منهم؟ أنا بس بدي أوضح شغلة إنه ما لي يعني حساب أبدا لا على الفيسبوك ولا على تويتر, لأنه في للأسف ناس عم تستعمل اسمي بيحكوا بالسياسة وبيحكوا كلام كتير كبير, فأنا لا ناقتي ولا جملي بهذه بريء من هذه التهمة وهذا توضيح يعني انفو بورتوت مثل ما بيقولوا, لأنه وصلت الأمور أنه يعني كلام ما بينحكى وما بيصدر من حدا مثلك وائل جسار أصلاً أو من غير وائل جسار يعني ما بعرف. بس هون على سيرة حرب الفانزات, يعني يمكن بتقول أنت رأي بفنانة بتحس أنه بيفلتوا كل الفانزات, أوقات يساء فهم جملة أنت قلتها وصارت معك فيما يخص إليسا مريم فارس, وحتى لما ذكرت شيء عن الكبير وديع الصافي يعني كمان نبرم بطريقة تانية. اليوم صافية لبان مع الصبايا مش الحال حليب يا قشطة صافية لبان, وما في شيء بيناتنا, بالعكس أنا بحب لهم أصواتهم وهن بيحبوا لي صوتي ونقطة على السطر, وبوجه لهم تحية لكل الفانس تبعوا لهم واستروا ما شفتوا مني. أنا ما حكيت إلا
اللي أنا يعني حبيت وصله بطريقة أو بأخرى، وما أزيت حدا بكلامي، بل بالعكس يعني أنا يمكن حطيت الأصبع على الجرح حتى يمكن من وراء اللي صار بتحس إنه ما بقى تعطي آراء. يعني لاحظت أنا لما سألتك إن صرت ما بدك تعطي آراء. عادي عادي، ما عندي مشكلة، ما عندي مشكلة بالموضوع. أنا اللي بقلبي على راس لساني والشي اللي شايفه ضمن وجهة نظري مش 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 مريحني بقوله. أكثر من مسلسل كانوا بصوتك، يعني التايتل الخاص فيهم الدالي، عبد الناصر، كيد النساء، وأيضا أفلام سينمائية مثل ما حكينا عنها 365 يوم سعادة، قبلات مسروقة، رئيس عمر حرب. يعني بتحس شو بيضيفوا للفنان يعني هالخطوات الغنائية يلي يعني يمكن بيضيفوا لحدا ما عنده أغاني، بس لحدا اسم الله عنده دايما أغاني. شو بيحمسك عليهم؟ بيضيف والمسلسل بيضيف للفنان، الفنان بيضيف للمسلسل والمسلسل بيضيف للفنان. لما يطلبوا المنتج يطلب فنان لغناء تيتر مسلسل، هون بيعرف قديش أهمية الجمهور لأله، قديه بيحبوا قديه بيتابعوا. فبالتالي إذا شافوه عم بيغني تيتر بيتابعوا المسلسل من خلال الفنان، وبنفس الوقت جمهورهم كمان أنا عم بكسبه. يعني المحبين تبعولهم بالمسلسل 30 يوم كل يوم عم تمرق قبله وبعده، كل يوم قبله وبعدين من بعد ما يخلص شهر رمضان الكريم الشهر الفضيل بتلاقي كمان كل المحطات عم ترجع. يعني لا، شغلة مهمة، شغلة بتعطي إيجابية، بتعطي دعم. إيه طبعا. بتحضر مسلسلات؟ أكيد. لبنانية، تركية، ما بعرف، عربية، مصرية، شو بتحضر؟ يعني نحن كلبناني عم نتحسن الحمد لله. أتمنى أنه يدعموا التمثيل والمسلسلات بشكل كتير كبير، لأنه نحن منستاهل أنه نكون الأوائل، ما بينقصنا شيء أبدا. بتمنى يكون في شرك كتير قوية وتدعم المسلسلات والأفلام، إنتاج الأفلام السينمائية اللبنانية. شو عم تحضر بهالأيام؟ بحضر كل شيء، كل شيء اللي إذا كان عندي وقت، كل شيء بحسه فيه موضوعية. يعني مثل أوقات نحضر على حجة المدام، أوقات نحضر على حجة الأولاد. إذا بدك الناس متجهة كلها على المسلسلات التركية. فاطمة بحضره، وبحضر على مر الزمن. أوكي. حريم السلطان حضرته؟ ما حضرت. تصدقي مع أنه كسر الدنيا أنا ما حضرته. كتير حلو بتصور. يعني إلا ما واحد يكون حاضر. يعني أنا لا، مرق كذا حلقة، بس أنه ما عرفت الحيثيات كلها. لبنانيا تتذكر شيء حضرته مؤخرا أو هيك عندك؟ روبي حضرته كله. عندك نجوم مفضلين بعالم التمثيل لبنانية؟ يعني في إيه طبعا، في أستاذ أنطوان كرباج بوجهله تحية، في كتار من الصبايا. في حدا بيلفتك بالممثلات من الصبايا؟ نادين الراسي كمان من وجهله تحية. وينك من السياسة وائل جسار؟ قريب بعيد؟ لا 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 لا، شو بدك بس سؤال. لا، بعيد بعيد كليا. نبعد عن الشر ومنغني له؟ لا، السياسة مش هلقت شر، بس انه لا، شر لابد منه بلبنان. ليكي، انا بحكي بالشي اللي بعرفه، الشي اللي ما بعرفه ما بقرب عليه. هلا بتابع سياسي، ما بقلك لا، بتابع سياسي. وانا بالبيت بتجن مرتي انه بوع الصبح على دغري على الاخبار وتتشو شو عم بيصير. بس انه ما بعطي رايي، وبخلي الشي هيدا لألي مش لا. رح نبعد عن السياسة ونغني لها. شو رأيك تسمعنا شي خليجي؟ رح أقول للزميل أنا بحبه كتير طلال سلامة، سبق والتقينا بكذا كذا شو بيقولوا مناسبة وهيك، كتير محب وكتير قريب للقلب. نقول له
رضا والله وراضيناك دلع حتى ودلعناك كافي لا تزودها لو ندري ما زعلناك رضا والله وراضيناك دلع حتى ودلعناك كافي لا تزودها لو ندري ما زعلناك يعني واشتبي منا أكتر يمتعبنا استكتر تسامحنا ما احنا يا ما سامحناك الله عليك الله ريحنا كلمنا الله عليك الله هالمرة سامحنا. حلو حلو حلو. والسؤال الأخير سألنا تمثيل مؤجل، هل تقديم البرامج وارد خصوصي أنه انعرض عليك مؤخرا تقدم شيء بيشبه سولا؟ صح، كمان شوي بالوقت الحاضر مستبعد كمان. إذن رح ننطر الألبوم وتصوير أغنية، مش بالضرورة أنا بنسحب، صح. في أغنية تانية ممكن، أغنية حلوة مثل ما عرفنا، يا فادي لبنانية. حداد أي لبنانية، يا فادي حداد يا سعيد المروق، بعد ما نقيت بيناتهم. بسم الله عليكي، شو يعني أنا مش شايف قدك مطلعة بشكل رهيب، بس يكون ضيفة القد منحبه مننكش كل تفاصيله. تسلمي تسلمي، لكن حدا من الاثنين، حدا من الاثنين رح ننطر كل جديدك. وأصلا أنت كل يوم بترافقنا بأغنيتك بصبحيتنا بصباح البلد. وائل جسار، بدنا نتشكرك وموفق على طول. شكرا ليليان، شكرا لإذاعة البلد اف ام، وأنا من متتبعيها الإذاعة الكريمة. شكرا، يعطيكم ألف عافية.